السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد حبايب طلاب الفرقة الثانية. دكتور خالد شوقي معكم يحييكم ويتمنى لكم التوفيق. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الباروتيد ريجون والاستراكشرز اللي موجودة فيها. الباروتيد ريجون سموها باروتيد ريجون نسبة للباروتيد ساليفري جلاند اللي موجودة في المنطقة دي. الباروتيد ساليفري جلاند موجودة في السبيس ده بنسميه ريترو ماندوبولار سبيس لأنه خلف المندبول، عشان كده بنسميه ريترو ماندوبولار سبيس. أول ما بشيل الجلد على طول ما بلاقي العضلة دي، بلاقي العضله اللي تحت الجلد دي وفوق الباروتيد ساليفري جلاند اللي هي باينه معايا ديت، دي اسمها باروتيد اوريكولاريز ماسل او انفيريور اوريكولار ماسل. دي بتبقى جايه من الكونيكال كارتريج بتاع الاير وبتنتهي على السطح بتاع الباروتيد ساليفري جلاند وبتعمل ديبريشن او بتنزل الودان لتحت. خلاص، لما بشيل كده الباروتيد ساليفري جلاند، اسف، الباروتيد اوريكولاريز ماسل دي او الانفيريور اوريكولار ماسل، بلاقي الكارتليج بتاعه الاير 3 كارتليج، الكبير ده اللي هو الكونيكال كارتليج الاكسترنال اير، تحتيه على طول ده الانيولار كارتليج الدائري، واللي على التومبراليز ماسل ده بسميه سكاتيولار كارتليج. يبقى ليها 3 كارتليج كونيكال وانيولار وسكاتيولار، ودي طبعا التومبراليز ماسل واحده من عضلات الماستيكيشن الموجوده في التومبرال فوسه، وده الزيجوماتيك ارش اللي احنا قلنا عليه قبل كده. اللي قدامي ديت الباروتيد ساليفري جلاند كلها بتبقى زي ما احنا شايفين مربعه او مستطيله ريكتانجولار في الاوت لاين بتاعها، ليها اربعه بوردر الدورسال وفنترال وروسترال وكودال، ليها تو سيرفيس اللاترال اللي بره والميديال اللي جوه. الدورسال بوردر اللي فوق بتبقى ريليتد للبيز اوف ذا اير، الفنترال بوردر بتبقى ريليتد لللينجو فيشال فين، اهو اللينجو فيشال فين كل ده كده لينجو فيشال فين، الروسترال بوردر ريليتد للكودال بارت اوف ذا ماندبل مع الماسيتر ماسل، الكودال بوردر بتبقى ريليتد للكومبلكسس ماسل والوبليكاس كابيتس ماسل. طيب بيبقى ماشي على اللاترال فيس او اللاترال سيرفيس بتاع الباروتيد سيلفري جلاند في نيرف اهوت بسميه الرامس كولاي اوفيشال، بيبقى ماشي ما بين الباروتيد سيلفري جلاند وما بين العضله الباروتيد اوريكولاريز. اما بشيلها بلاقي النيرف ده مباشره ماشي معايا اللي هو رامس كولاي اوفيشال نيرف رقم 7 هنشوفه دلوقتي من جوه، وبلاقي في نيرف تاني ماشي معايا على الكودال بوردر اسمه جريت اوريكولار نيرف، ده بيتحد مع السباينال اكسسوري جريت اوريكولار نيرف ومع الرامس ومع الكوتينس كولاي، ده جاي من السكند سيرفايكال سباينال نيرف. تمام، طيب هبدا دلوقتي اشيل كل الفصوص بتاعه الباروتيد ساليفري جلاند دي عشان خاطر اشوف الاستراكشرز اللي تحتها، عشان اشوف الاستراكشرز اللي تحتها. الباروتيد ساليفري جلاند دي واحده من الميجور ساليفري جلاندز اللي موجوده في الحيوان، وليها داكت، الداكت دي اسمها باروتيد داكت، بتفتح في رقم عند مستوى في البقل او في الشيك عند مستوى السيرد شيك تيس في الاورال كافيتي، اللي هي دي الباروتيد بتبقى جايه من الميديال والروسترال بوردر، ميديال سيرفس والروسترال بوردر، دي الباروتيد ساليفري جلاند، بتمشي في الانتر ماندوبولار سبيس تحت الماسيتر لحد عند الفاسكولار نوتش، تطلع مع الفيشال ارتر وفيشال فين، وتنتهي فين عند زي ما قلنا في الباروتيد بابيلا عند مستوى السيرد شيك توث، وهنشوفها في اللاترال سيرفس ان شاء الله. خلاص، ده شلت انا كل الباروتيد ساليفري جلاند، لقيت ايه بقى؟ بلاقي فيه فين، بلاقي فيه ارتري، بلاقي فيه نيرف، بلاقي فيه عضلات، وبلاقي فيه مانديبولار ساليفري جلاند. يبقى اول ما شلتها ادي الساليفري جلاند اللي تحت دي اللي بتبقى شبه المنجل دي اسمها مانديبولار ساليفري جلاند، واحده من الميجور برضو اهيت، بس عشان اشوفها لازم في الحصان اشيل الباروتيد ساليفري جلاند لانها بتغطيها توتالي، يبقى اللي تحت دي اللي هي مانديبولار ساليفري جلاند كل دي كده. تمام، طيب ايه العضلات اللي بلاقيها معايا؟ فاكرين التندون ده العضله دي بتاعت ستيرنو ماندوبولاريز او ستيرنو سيفاليكس، بلاقي التندون بتاعها الاوريجن بتاعها اهوت ماسك في الكودال بوردر بتاع الرمز بتاع الماندبول اللي هو ده الاوريجن بتاعها، ده الاوريجن بتاعها. لما قلنا التندون بتاع الستيرنو سيفاليكس فاكرين مع الكودال بوردر اوف ذا رمز مع اللينجو فيشال فين، المثلث ده سميناه ايه؟ فايبرجز تريانجل، اللي هو المثلث اللي احنا بنخش نعمل منه العمليه عشان نخش على الجاترال باوتش. خلاص، يبقى التندون بتاع الاوكسيبتو الستيرنو سيفاليكس ده بلاقيه ما بين الباروتيد ساليفري جلاند وما بين المانديبولار ساليفري جلاند اللي هو ده، وده المثلث اللي هو فايبورجز تراينجل. طيب العضلات اللي موجوده تاني غير الستيرنو سيفاليكس، في العضله اللي ماشيه بالميل ديت اوبليكلي دي اسمها اوكسيبتو ماندوبولاريز او جاكولو ماندوبولاريز. اوكسيبتو ماندوبولاريز ده جاي من البارامستويد او الجاكولار بروسس، وبتنتهي برضه في الكودال بارت او انجل بتاعه الماندبل، وبتفتح البق فبتساعد في الماستيكيشن، هي عضله من عضلات الماستيكيشن. تمام، العضله طبعا اللي قدام ديت على طول دي الماسيتر ماسل موجوده على الماسيتر سيرفيس بتاع الماندبل، وهي عضله قويه واحده من عضلات الماستيكيشن برضو.
تمام كده؟ يبقى في الاوريجين ده بتاع استرنوسفاليك، في الاوكسيبتا او الجاجولو ماندوبلاريز، في المسيتر ماسل، وفي تومبراليز ماسل فوق، وما انساش الباريتو دوركولاريز دي اللي كانت بره. يبقى كل الاستراكشر دي اللي كانت على الميديال سيرفيس. طيب الفين اللي قدامي ده، ده اللي هو اسمه الماكسيلاري فين، ده الماكسيلاري فين اللي هو بيتحد مع اللينجوفيشال فين، اللي بيتحد مع اللينجوفيشال فين زي ما قلنا عشان يعمل لي الجاجولار فين. كل ده الجاجولار فين ماشي في الجاجولار جروف ما بين الاسترنوسفاليك والبراكيوسفاليك. الجاجولار فين ده بيتجمع ما بين مين ومين؟ ايه اللي عامله المثلث دوت؟ اللينجوفيشال مع الماكسيلاري. والمثلث ده اللي بيبقى فيه الفنترال بارت بتاع الباروت السليفري جلاند، يبقى ده لينجوفيشال وده الماكسيلاري فين. الماكسيلاري فين ده بيبقى جاي من جوه خالص من الديب، من جوه ادي الديب فيشال، ده ممكن نقول عليه فيرست بارت اوف ماكسيلاري ونسمي ده السكند بارت اوف ماكسيلاري. يبقى اللي جاي من جوه ده الفيرست بارت وده كله سكند بارت اوف ماكسيلاري. ايه البرانشز او ايه التفرعات اللي بتفتح في السكند بارت اوف ماكسيلاري؟ قلنا ها اللينجوفيشال فين، اللينجوفيشال فين من قدام طبعا اللي هو ده، في الباروتيد نفسها ليها فين بتفتح في السكند ماكسيلاري اللي هو ده باروتيد فين، باروتيد فين قصادهم الناحيه الثانيه ناحيه الكودال ده الاوكسيبيتال فين جاي من الاطلنطيك فوسا الاوكسيبيتال فين. اطلع لفوق شويه بلاقي جاي من ورا الودان ده الكودال اوريكولار فين، واخد بالي ان في واحد كمان رفيع اهوت اسمه كودال اوريكولار فين. الاثنين دولت ده ممكن ديب وده سوبرفيشال كودال اوريكولار بيفتحوا في السكند ماكسيلاري. طيب المسيتر لها فين برضو اهوت كبيره اهوت بيفتح فيها اسمه مسيتريك فين ماشي مع الارتري بتاعه بنفس الاسم مسيتريك ارتري، ده مسيتريك فين تمام كده. طيب واطلع فوق شويه بلاقي فيه ايه؟ بلاقي قلنا ده الفيرست بارت اوف ماكسيلاري اللي جاي من جوه الديب، وده بسميه سوبرفيشال تيمبرال. السوبرفيشال تيمبرال ده زي ما انا شايف جاي من اتنين، ده بسميه ترانسفيرس فيشال وده بسميه الروسترال اوريكولار، جاي من السيربرال فين اللي ماشي في التيمبرال مايتس. ترانسفيرس فيشال لانه ماشي بالعرض كده. ترانسفيرس فيشال فين ده بيبقى ماشي معاه ارتري بنفس الاسم ونيرف بنفس الاسم، الثلاثه اسمهم ترانسفيرس فيشال، فين ارتري نيرف اللي هم فين، فين وارتري ونيرف تمام. يبقى ده التفرعات بتاعه السكند ماكسيلاري جاي من جوه الفيشال الفيرست بارت. يبقى سوبرفيشال تيمبرال ده روسترال اوريكولار ده ترانسفيرس فيشال ده الفيرست بارت اوف ماكسيلاري او الديب، ده اتنين كودال اوريكولار ده ديب وده سوبرفيشال، ده الماسيتريك فين، ده الباروتيد فين قصاده من الناحيه الثانيه ده الاوكسيبيتال فين، وبعدين السكند ماكسيلاري هيتحد مع اللينجوفيشال، هيتحد مع اللينجوفيشال يعمل لي الجاجولار فين. طيب مجموعه البرانشز بتاع الارتري اللي هنا، الارتري اللي هنا بيمشي اسمه اكسترنال كاروتيد ارتري، بنفس الاسماء بتاعه الفين بلاقي اسماء بتاعه الارتري. يعني ده هنا اسمه السوبرفيشال تيمبرال ارتري، ده سوبرفيشال تيمبرال ارتري لانه ماشي مع مين؟ مع سوبرفيشال تيمبرال فين. وزي ما الفين ده بيتقسم للترانسفيرس فيشال وروسترال اوريكولار كذلك الارتري هيتقسم هنا شايفين للترانسفيرس فيشال ارتري اهو اللي ماشي مع الفين والنيرف بتوعه اللي هو ده، ومع الروسترال اوريكولار فين بيمشي الروسترال اوريكولار ارتري اهو، بيمشي ايه الروسترال اوريكولار ارتري يا جماعه اهو. يبقى ده خلاص كده الروسترال اوريكولار وترانسفيرس فيشال ارتري بيعملوا الاثنين مع بعض السوبرفيشال تيمبرال ارتري اللي هو ده، خلاص طالع من الاكسترنال كاروتيد، طالع من الاكسترنال كاروتيد. ايه كمان؟ مع المسيتريك فين طالع مسيتريك ارتري اهوت ماشي مع المسيتريك ارتري طالع من الاكسترنال كاروتيد ارتري. ايه كمان؟ مع الكودال اوريكولار فين ماشي معاه الكودال اوريكولار ارتري اهو، كودال اوريكولار ارتري. كل دي تفرعات للاكسترنال كاروتيد ارتري موجوده معايا هنا. طيب الباوتش اللي معايا الرقيق ده، ده الجاترال باوتش، ده الاير ساك باوتش بتاع الهورس بسميه الجاترال باوتش، مش موجود الا في الحصان. بيعدي عليه بالعرض كده النيرف اللي انا شايفه معايا ده، النيرف ده اللي هو رقم 7 كرينيال نيرف بسميه الفيشيال نيرف، بيبقى طالع من الستايلو ماستويد فورامين من السكال وبيدين هنا 5 برانشز، 3 لفوق والاثنين اللي تحت وبعدين يكمل على المسيتر ماسل. الثلاثه اللي فوق فين هم؟ ورا الودان، ادي اول واحد اسمه كودال اوريكولار، اللي في النص ده داخل في فورامين في الكونيكال كارترج اسمه انترنال اوريكولار، يبقى ده كودال اوريكولار، كودال اوريكولار ماشي مع الكودال اوريكولار ارتري وماشي مع الكودال اوريكولار فين، الثلاثة مع بعض فين زي ما قلنا. ده انترنال اوريكولار ارتري، واللي قدام ده اسمه اوريكولو بالبيبرال لانه ما بين الاوريكل وما بين البالبيبرال اللي هي العين، اوريكولو بالبيبرال اللي بيتقسم لتومبرال وروسترال اوريكولار، اللي فوق ده روسترال اوريكولار، يبقى برضه روسترال اوريكولار فين نيرف ماشي مع روسترال اوريكولار ارتري ماشي مع فين مع روسترال اوريكولار ارتري، فين فين وارتري ونيرف بنفس الترتيب كلهم روسترال اوريكولار، يبقى هو كله اسمه اوريكولو تيمبرال ينفصل منه زيجوماتيك
او تيمبرال، ويديني الفوق روسترال اوريكولار ارتري يمشي مع اخواته التانيين. طيب من تحت بيديني ايه؟ ده الرمس كولاي اللي احنا قلنا عليه، بيخترق الباروتس ريفر جلاند ويتحد مع الكوتينس كولاي بتاع ومع الجريت اوريكولار نيرف بتاع السكند سيرفايكال، وراه على طول الرفيع ده اسمه دايجاستريك. الدايجاستريك نيرف ده بيتغذي لي الكود البيلي بتاع دايجاستريك ماسل والاكسبتو ماندوبولاريز ماسل. يبقى ما تشده كده بتلاقي ده الرمس كولاي، وراه على طول الرفيع ده اسمه الدايجاستريك نيرف. دايجاستريك نيرف. طيب قدام بقى بيديني الباكل برانش اللي هو ده اوفيشال نيرف، بيتقسم لدورسال باكل وفنترال باكل، بيغذوا مجموعه المسلز اللي موجوده على الفيس. دورسال وفنترال باكل، والدورسال بيتحد مع المجزيلر ليبيال بتاع الانفر اوربيتال في الاخر. خد بالك ان في نيرف هنا ملوش علاقه بالفيشال خالص. النيرف ده اسمه اوريكولو تيمبرال نيرف. اسمه ايه؟ اوريكولو تيمبرال نيرف. ده واحد من المانديبولار نيرف اللي هو تبع الترايجيمنال رقم 5. الاوريكولو تيمبرال ده بيديني تو برانشز هنا، زي الترانسفيرس فيشيال نيرف وفنترال برانش بيتحد مع الفنترال باكل بتاع الفيشيال. يبقى هو كله ده اسمه ايه؟ اسمه اوريكولو تيمبرال تبع المانديبولار، تبع الترايجيمنال نيرف، بيدينا الترانسفيرس فيشيال نيرف ماشي مع الارتري اخوه، ماشي مع الفين اخوه، وتحت بيديني فنترال برانش بيتحد مع الفنترال بتاع البقل. يبقى احنا كده خلصنا كل الاستراكشرز اللي موجوده معانا هنا، وفي الاخر مفيش حاجه صعبه ولا في شيء مستحيل، فقط انها الاراده، فاستعن بالله ولا تعجز، ولان فيه كل الخير لك، افرح بقدر الله وتفائل بالحياه، تدرك كل ما تتمناه، وابتسم ثم ابتسم وابتسم، لان في الابتسامات مفتاح لكل مغلق، وتيسير لكل عسير، وزوال لكل هم. ويكفي ان نبتسم، لان ربي وربك هو الله. إلى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله.